معي من عين عيسى مصطفى بالي، مدير مركز إعلامي لقوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد مصطفى. إذا بدأتم الحملة العسكرية كما أعلنتم من شرق محافظة دير الزور، وكان تم أيضا كسر الحصار عن مطار دير الزور. كيف اليوم يفرض نفسه موضوع على خطواتكم، موضوع أهمية دير الزور بالنسبة للتنظيم، كيف يفرض نفسه على خطواتكم، على أولويات عملياتكم؟ نعم، مرحبا بكم. بالنسبة لنا كقوات سوريا الديمقراطية، بغض النظر عن أهمية دير الزور الاستراتيجية كموقع عسكري أو موقع جيوسياسي أو حتى كخزان للثروات الوطنية كما ورد في تقريركم، بالنسبة لنا في دير الزور هناك مدنيون سوريون يرزحون تحت نير التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى معاناتهم طويلة الأجل مع النظام البعثي في سوريا ومعاناتهم الطويلة في هذا الإطار، والمعارك التي نشبت في هذه المدينة أضيفت إلى جملة المعاناة التي تعانيها المدينة. قوات سوريا الديمقراطية لديها هدف واحد، هو تحرير المدنيين والمكونات السورية في شمال سوريا بالدرجة الأولى من التنظيم الإرهابي. طبعا نحن الآن بالنسبة لي دير الزور، كيف هو جدول عملياتكم؟ بس طبعا سأسلمك الكلام، كيف هي أولوية عملياتكم؟ يعني طبعا اهتمامكم بالمدنيين، أنا قصدت بأهمية دير الزور بالنسبة لتنظيم داعش، على أساسه كيف تقسمون أولوياتكم، يعني منعه من استخدام قطع الإمداد عليه، هذا ما قصدته، تفضل. نعم، بالنسبة لنا كقوات سوريا الديمقراطية نعتقد أن التنظيم الإرهابي بعدما بدأ بالاقتناع بأنه فقد مدينة الرقة العاصمة المزعومة لخلافته، راح الآن يرتب أوراقه أو يعيد ترتيب أوراقه لإنشاء قاعدة بديلة للانطلاق. حسب المعلومات المتوفرة لدينا، حسب متابعتنا للمعطيات على الأرض، بالتنسيق مع النظام السوري يحاول جعل مدينة الميادين و محيط مدينة الميادين مركز انطلاق لعاصمة افتراضية أخرى، ودير الزور تشكل قاعدتها الخلفية. طبعا اتفاقات التي حصلت في القلمون وفي مناطق عرسال بين النظام السوري وحزب الله من جهة وبين التنظيم الإرهابي تؤكد هذه المعطيات، وتؤكد أن النظام والتنظيم الإرهابي تنظيم داعش الإرهابي ذاهبان إلى الاتفاق على تقاسم مناطق النفوذ في تلك المنطقة. لذلك قوات سوريا الديمقراطية أعلنت حملة تحرير منطقة شرق الجزيرة والضفة اليسرى لنهر الفرات لاستكمال تحرير منطقة الجزيرة والتفكير فيما بعد لملاحقة التنظيم أينما كان في أي بقعة من أراضي سوريا. نعم، كيف هو دعم الولايات المتحدة لكم اليوم بخضم المعارك هذه التي بدأتموها؟ كيف يتم التنسيق؟ نعم، الموضوع ليس موضوع دعم الولايات المتحدة بقدر ما هو شراكة فعلية بين قوات سوريا الديمقراطية وبين التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة. الولايات المتحدة حقيقة هي جزء من التحالف الدولي وليست كل التحالف الدولي. الإسناد الجوي جيد حسب الإحداثيات التي تحددها قواتنا على الأرض، يتم تنفيذ عمليات الإغارات الجوية والإسناد الجوي أو حتى على مستوى الذخيرة وتقديم ما يمكن تقديمه من مستلزمات المعركة على الأرض. أعتقد أنه في مستوى جيد، لكن هذا لا يعني هذا الدعم بالذخيرة أو بالأسلحة كافي لإدارة كل المعارك ضد التنظيم الإرهابي. نعم، ولكن موضوع الغارات الجوية هي تتم بالتنسيق معكم، مع قواتكم المتواجدة على الأرض. صحيح، شكرا لك مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية. أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا من عين عيسى.